تعليقا على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اربيل استاذ العلوم السياسيه الدكتور عبد السلام برواري. اهلا بكم دكتور الى هذه الجوله الاخباريه. على الرغم من ان الخارجيه الامريكيه تشجع على الحوار بين بغداد واربيل، الا ان الحزب الوطني الكردستاني يقول ان العبادي يمارس حربا نفسيه ضد الاكراد في كردستان. كيف تقرا الاوضاع بين اربيل وبغداد؟ يعني لا يحتاج الامر الى تصريح صحفي او اخر، تحيه لك طبعا بدايه والاخوات الاخوه المشاهدين والمتابعين. اهلا بكم. كل الممارسات منذ حوالي اربعه اشهر تدل على ان هناك تخطيط ونيه واضحه من خلال افعال الاقوال للاتفاق على الدستور والغاء واقع استراليا في كردستان. يعني في مشروع الميزانيه تم التطرق الى محافظات شمال العراق، وهو تعبير حقيقه غير دستوري، لان الدستور يعترف بوجود اقليم كردستان. وثم محاوله هذه اللعب على عواطف الناس استغلال الفائقه الماليه والاثاره الى وجود نيه الحكومه لصرف الرواتب، وكل هذا يعني تطويل الامر منذ شهرين يقولون نحن ندقق في القواعد. يعني الغريب في كردستان هناك كلام يقول الدوله المصنفه عالميا بانها اكثر الدول فسادا وهي العراق تقوم بترتيب في سجلات حكومه في كردستان التي تتبنى نظام بيومتري دقيق كما اشرتم انتم في تقريركم، ويمكنها ان يسرق كل شيء. لذلك انا اعتقد امريكا في 2014 في المنطقة أمريكا سمحت إيران بأن تستحوذ على العراق. العبادي كان يتوقع أن يكون رجل أمريكا ليمنع توسع النفوذ الإيراني. ظهر العبادي ليس أحسن من المالكي، وهذه ممارسات عقوبات لتطال المواطنين الضفاء. هو يحلم بأنه ربما ستكون هناك كما يصوت له بعض السياسيين من السليمانية بانه اذا استمرت في هذه السياسه فسيثور الشعب على الديمقراطيه. نعم دكتور عبد السلام، الجعفري قال بان حظر المطارات على كردستان سيرفع اذا توفرت الثقه في اداره كردستان. على ماذا ينطوي تصريح الجعفري برايك؟ يعني انا حقيقه لا اعرف ماذا يقول منذ 2000، يعني منذ افتتاح المطارات 2017 اكتوبر كانت المطارات الدولية المجال الجوي هو بيد العراق. العراق كان يكتب لجان باستمرار في كما هو الدستور للتنسيق مع حكومة الاقليم في مجال الجوازات في مجالات الكاركو والجمرك. لذلك ما يعني الثقة، يعني الثقة نحن لسنا ناس طالب ان نثبت بان اهل الثقة. هؤلاء الذين يصدرون تصريحات متناقصة يوميا، لا، هذه مساله سياسيه. اللجان الفنيه اصدرت قراراتها وصرحت رؤساء اللجان الفنيه بانهم قد انهوا العمل وليس هناك اي مشكله، ورفعوا التقرير الى مجلس الوزراء، والسيد رئيس مجلس الوزراء دكتور عباد هو اللي اتخذ هذا القرار سياسيا. يعني لا يمكن لشخص مثلي ان يفهم ما يدور في عقل عباد. نعم. لا يستند على لا على وقائع ولا على معلومات ولا على سند دستوري. نعم، هناك من يقول بان هذه الاجراءات دكتور، هناك من يقول بان هذه الاجراءات يعني ليست قرار سياسي او تعنت سياسي، بل هي متعمده من اجل اضعاف كردستان اقتصاديا. كيف ترى هذا قول المراقبين او الحديث عن هذا الموضوع عن اضعاف كردستان اقتصاديا؟ يعني محاولة أو التفكير بإضعاف كردستان اقتصاديا أو دبلوماسيا هو موضوع سياسي، هو ليس موضوعا إداريا أو قانونيا. بالتأكيد هو حد هو موضوع سياسي، يعني عدم الاستعداد لنظام حقيقة سورية وهناك أمن كردستان. الحكومة الأمريكية في الحكومة الاتحادية وهناك مادة صريحة في الدستور تقول حكومة كردستان تتولى شؤون الدولة ضمن حدود الاقليم. يعني هم كما يقولون تسليم المطارات تسليم الجمرك يفهمها كما تفهمها حكومات الاتحادية المركزية، هي ان يرسل قوات بغداد تتكلم مطار اربيل. الموظفون الذين يديرون الجمارك والمنافذ الحدودية كلهم موظفون
الاتحاديون يعني دائره النفوذ والاقامه والجوازات في اربيل والثمانيه هي دوائر تابعه للحكومه المركزيه، لكن يبدو انهم يريدون ان يرسلون موظفين من اهالي الجنوب. بالتاكيد هي سياسه، يعني حتى هذا التفكير الخاطئ الذي شهدنا نتائجه خلال السنة الماضيه. نعم دكتور. هي سياسه انفراد السلطه، فرض الذات، انفراد بالاخر. نعم الدكتور عبد السلام برواري أستاذ العلوم السياسية من أربيل كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.